الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول جزاكم الله خيرا، إني أحبكم في الله. يقول والدي يمنعني من طلب العلم وحضور مجالس الذكر ومصاحبة الأخيار. يقول أردت أن أتزوج فمنعني حتى أنهي دراستي الثانوية والجامعية ثم أتوظف أو أذهب إلى العسكرية، وأنا أريد أن أكمل دراستي الثانوية وأتزوج وأريد العفاف والستر، فما الحكم في ذلك وهل أطيعه؟ الحمد لله رب العالمين. لا يجوز للوالد أن يمنع ولده من الزواج المحتاج إليه، فإذا كان الوالد قادرا والولد محتاجا فإن الواجب على الوالد شرعا أن يبذل نفقات زواج ولده، بل حتى لو لم يكن الولد موظفا فإن هذا من النفقات الواجبة التي تجب على الوالد تجاه أولاده، وهو من النفقة عليهم بالمعروف. فلا يجوز للوالد أن يحرم ولده من الزواج وإعفاف فرجه وتحصين فرجه وغض بصره في هذا الزمن الذي تلاطمت فيه أمواج الشهوات وتعددت فيه المغريات. ينبغي للأب أن يفرح إذا أراد ولده أن يعف فرجه ويغض بصره بالطريق الحلال، فلا يجوز للوالد أن يكون حجر عثرة في طريق ولده في الزواج. ولكن لا يجوز للولد أيضا أن يعق والده أو أن يقصر في احترامه أو أن يقلل من شأنه، فعليك أن تبر به وأن تحسن إليه وأن تكثر عنده هذا الطلب، وأن تبين أنك محتاج إلى هذا الزواج وأنك أبصر بنفسك وأنك أدرى بهذا الأمر من غيرك. وإذا خالف أبوك في مثل هذا الأمر فإن مخالفته في هذه الحالة غير معتبرة شرعا، فإذا وجدت أحدا يمولك في زواجك ولو بدين حتى تتوظف وتسدده منه فاذهب وتزوج وحصن فرجك واحفظ إيمانك إذا كنت محتاجا حقيقة إلى هذا الزواج. ولكن لا أهيب بك أن تفعل ذلك إلا بعد أن تطرق الأبواب على والدك، فمن الأبواب التي تطرقها كثرة الدعاء في الليل أن يشرح صدره لتنفيذ هذا الطلب، فإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فإذا دعوت الله عز وجل وألححت على الله بأن يشرح صدر والدك لما تريده من أمر الزواج وتيسيره، فالله عز وجل قادر القدرة الكاملة على أن يقف في صفك، لأنك لا تريد إلا المحافظة على الدين والمحافظة على الإيمان بغض البصر وحفظ الفرج. ومن الطرق التي لا بد من سلوكها أيضا أن تخبر أحد العقلاء من عمومتك أو خؤولتك أو المقربين لوالدك ممن يستمع كلامهم ويستجيب لنصحهم لثقته في كمال عقلهم وحكمتهم، فتذهب إلى هذا الشخص وتعرض عليه الأمر وتذكر له الحال التي تعيشها، فلعل الله عز وجل مع النصح ومع الدعاء ومع التوجيه ومع كلام بعض الأقارب لوالدك أن يلين قليلا. فإذا طرقت الطرق ولم يستجب والدك فأنت الحمد لله رجل، ولا يلزمك شرعا أن تطيع والدك فيما يعود عليك ضرره، فأنت لو خالفت أمر والدك في قوله لا تتزوج الآن ثم تزوجت فإنك قد خالفته في أمر يعود عليك ضرره، يعني بمعنى أنك لو أطعته في هذه الجزئية لكان المتضرر من؟ المتضرر هو أنت، والشريعة لا تأمرك بطاعة والديك في أمر يعود عليك ضرره في طاعتهم، وهذا أمر لا ضرر على الوالد فيه. فيما لو تزوجت أنت فإنه لا ضرر لا على والدتك ولا على والدك، فلماذا يقف حجر عثرة في طريق زواجك؟ فعليك أيها الأخ الكريم أن تحسن صحبته وأن تحترمه وأن تبر به وأن تذكر له حاجتك بين الفينة والأخرى مع الإكثار من الدعاء، وطرق أبواب العقلاء الحكماء من أهل قبيلتك ممن يحترمهم الوالد ويسمع كلامهم يناصحونه في أمرك، لعل الله عز وجل أن يلين قلبه، فإن لم يحصل فالباب أمامك مفتوح ولست تحتاج إلى محرم
حتى يقف معك، فأنت إنسان لك كلمتك وتستطيع أن تتزوج، وحتى وإن أدى ذلك إلى غضبه فإنك محتاج شرعا ودينا إلى الزواج حتى تحصن فرجك، فلماذا يقف في طريقك بهذه الصورة؟ والله أعلم.